كيو امنه العارف علي صعب ينضم لنا مباشرة من غرفة التحكم المروري ليضعنا بحركة السير والتفاصيل أخرى بتتعلق بالغرفة. صباح الخير. صباح النور، يعطيك ألف عافية، تفضل. صباح خير. بقدرتم جميع السرقات على جميع الأراضي اللبنانية في مثل قطع السير بأي مكان. أما بالنسبة لحركة مدخل الشمالي، حركة السير صباحية نجومي باتجاه الزوق باتجاه ومن النقاش أمسيات وصولا حتى الدورة دون أي عوائق. أما مدخل الجنوبي حركة السير ناشط من النعمة باتجاه خلج، بل ضغط السير باتجاه منطقة المطار حتى الريوف، كذلك طريق خط برافا باتجاه الوزاعي. المدخل الشرقي من ظهر البادرة باتجاه علي عرية، حركة السير صباحية بتكمل باتجاه سياد حتى بيروت دون أي عوائق. ضمن العاصمة بيروت عم يشهد جميع الطرقات والقطاعات حركة سير طبيعية إلى ناشطة، باستثناء يوسف كولا باتجاه الوسط حركة سير كثيفة. أما إحصاءات حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية سجل عنا 7 حوادث، للأسف صدر عنهم قتيلان 7 جرحى. مع تمنياتنا لجميع السائقين القيادة بهدوء وعدم تلهي على هذه أثناء القيادة وضع حزام الأمان، خط مصيف 17/20 لجميع الأسرار عن أحوال الطرقات، وهذا الشيء لحد اليوم. نعم، شكرا لك العريف إلي صعب من غرفة التحكم المروري، وينعاد عليكم أنت وكل العناصر قوى الأمن الداخلي العاملين في هذه الغرفة. مذكر أنه لغاية امبارح صار عندنا 20 قتيل خلال شهر حزيران بحوادث السير.